خير يا دكاترة، أتمنى إن حضراتكم تكونوا بخير وتكونوا قضيتوا امتحانات ريزنبل وناجحة الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الامتحانات القادمة. يعني عدد الكانديدتس على الزوم ميتنج ده نسبيا كبير، يعني اكيد حد من هدف السيشن دي هي مراجعه قبل الامتحان كده، ريفرشمنت عشان نقدر نحل اسئله التريسنج بتاعت بكره ان شاء الله افكتفلي. فالمفروض اللي انا فاهمه ان حضراتكم you got the chance ان انتوا تسمعوا المحاضرة اللي احنا قدمناها من 6 شهور اللي ليها علاقة بنفس الموضوع تقريبا. فدي هتوري حضراتكم الاستراكشر اللي احنا المفروض نمشي عليه، واللي انا هقوله النهاردة ما هو الا تطبيق ازاي هنقدر نجاوب الاسئلة دي. يا ريت ان اي حد من الزملاء بس يكتب لي في الشات ان حضراتكم سامعيني كويس. تمام، شكرا جزيلا يا جماعة. هنبتدي بالتريسينج ده. احنا محتاجين فولنتير، في حد يقدر يتطوع يجاوب معانا السؤال ده ويقول لنا ايه رأيه فيه؟ ايه رأيك في الاي سي جي ده؟ ده يا دكتور 12 ليد اي سي جي، واضح ان هو ساينس ريسك معايا الأول مع حضرتك يا فندم جرجس نادي. دكتور جرجس مش كده؟ يا فندم، دكتور جرجس احنا اتقابلنا النهارده الصبح مش كده؟ يا فندم، تمام، مظبوط. قول لي بقى ايه رأيك في رسم القلب ده؟ 12 ليد اي سي جي، واضح في ليد 2 و3 انه البي انفيرتد، وطبعا واضح انه في نارو كيو ار اس تاكي كارديا، دي جايز تكون لور اتريوم تاكي كارديا. طيب احنا اول حاجه دكتور جرجس عايزين نحاول نمشي في الجوريزم عشان يسهل لنا التاكلينج بتاع كل الاي سي جيز. فاول حاجه عايزين نقولها ان احنا نديسكرايب وات وي ار سينج الاول. فزي ما حضرتك قلت كده، اول حاجه ان it looks ان this is a tachycardic rhythm، ده ما هواش heart rate for in the normal range اللي هو 60 to 100 beats per minute. This is tachycardia. والتاكيكارديا دي looks like a narrow complex tachycardia. فدي أول حاجة عملتها إن أنا I described what I am seeing، وبعدين حاولت أفريم البروبلم. يعني إيه أفريم البروبلم؟ يعني هحط اللي أنا بديسكرايب ده بديسكرايب ده في algorithm somewhere in my cerebral cortex. فالالجوريزم اللي أنا لقيت المنظر ده يفيد فيه هو نارو كومبلكس تاكيكارديا، وبعد كده المفروض اقول الديفرنشال. فسؤالي ليك يا دكتور جرجس، ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع الريذم ده؟ نارو كومبلكس تاكيكارديا. هو ممكن يا فندم يكون تاكيكارديا جايه من اللو اتريوم، فممكن لو اتريال تاكيكارديا. فده يعتبر diagnosis rather than a differential diagnosis. فال differential diagnosis المفروض انها حاجات محفوظة. ف narrow complex tachycardia ايه ال differential diagnosis بتاعها؟
اي في نودري انترن تاكي كارديا، اي في ري انترن تاكي كارديا، او اتريال تاكي كارديا. او لو انت عايز تبقى مور برود تقول ان this is either a short RP tachycardia or a long RP tachycardia. فتفتكر دكتور جرجس فين البي ويف هنا؟ ايه رايك في الديفليكشنز النيجاتيف اللي موجوده في الانفيريور ليدز اللي على اساسها ان انت قلت ان دي غالبا لو اتريال تاكيكارديا؟ صح مظبوط. في بعض الزملاء بعتلي على الشات بيقولوا لي ان الصوت مش كويس، فهنحاول نفكس ذس بروبلم. هو الصوت كده احسن يا دكتور احمد، يعني كان لسه يعني لسه مظبوط دلوقتي، لكن الشرح اللي فات ده يعني احنا وصلنا ان دي نارو كومبلكس تاكي كارديا ودي لونج ار بي تاكي كارديا، بس اكيد الصوت كان بيقطع والصوت اتعدل دلوقتي. تمام. يا ريت لو حصل ان هو قطع تاني تبلغوني، يمكن احاول افكست هوبفولي. فانا ما فاتكوش كتير، انا كنت بقول ان في لاين تخيلي ما بين الار ار انترفال دي، اللاين ده البي ويف لو وقعت في نصه الاولاني يبقى ده شورت ار بي تاكي كارديا، وقعت في نصه الثاني يبقى ده لونج ار بي تاكي كارديا. وبما ان ده الديفليكشن ده هو الموست كونفينسنج ديفليكشن فور ا بي ويف، يبقى ات سيمز ان دي لونج ار بي تاكي كارديا. ايه اول حاجه تكم ان مايند لما نقول لونج ار بي تاكي كارديا؟ اتريال تاكي كارديا از ذا فيرست ديفينيشن، لان باي فار ده الموست كومن كوز اوف لونج ار بي تاكي كارديا. يا ريت يا جماعه الكل يبقى ميوتد لو احنا ما بنتكلمش، ولو احنا هنتكلم يبقى يا ريت ما اميوت اور سيلفز. اوكي طيب، هل في احتمالات اخرى ان دي ما تكونش اتريال تاكيكارديا؟ في احتمالات اخرى، ممكن تكون اي تيبيكال فورم اوف اي نودال ري انترنت تاكيكارديا، او ممكن تكون decrementally conducting accessory pathway، بس انت في دماغك ده الموست كومن فورم اوف اتريال تاكيكارديا. المنظر ده لما اشوفه اقول دي غالبا اتريال تاكيكارديا. يبقى احنا في التريسنج ده عملنا ايه عشان ده المنهج اللي احنا هنمشي عليه؟ احنا we described what we are seeing. We framed the problem in a differential diagnosis and we tried to reach a diagnosis based on this differential. تمام؟ Describing what we see, framing the problem, stating a differential, reaching a diagnosis. تمام؟ طيب، دي female patient 60 سنة, structure normal heart, hemodynamically unstable. ويا ريت يبقى في volunteer. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الخير يا فندم، اتشرف بحضرتك. انا احمد سفيان، ازي حضرتك؟ دكتور احمد، ازاي صحه؟ الحمد لله تمام بالعاده يا دكتور احمد والله. اخبار حضرتك يا دكتور احمد؟ انا بخير. منور بنور حضرتك يا فندم. ربنا يوفقك. ده 12 ليد اس جي. ايوه. وايد كومبلكس تاكيكارديا. اوكي. الهارت ريت تقريبا بتاعنا تقريبا اكتر من 200 ريجولر. تمام. ريجولر. هبدا انالايز عادي جدا، يعني انا لما اشوف وايت كومبلكس تاكي كارديا بفكر في حاجه من خمس حاجات. طيب اول حاجه بانها في تي،
تمام. تاني حاجة اس في تي يوز ابيرنسي. تمام. أو اس في تي كوندكتد باكسسوري باس واي. أيوه. أو بأنها تبقى بيس ميكر ريليتد تاكيكارديا أو ارتيفاكت. عظيم جدا. فأول حاجة هنسألها ليك هو سؤال سهل، هل دي ينفع تبقى ارتيفاكت أو ينفع تكون بيس ميكر ريليتد تاكيكارديا؟ لا الحقيقة لا. ما ينفعش تبقى ارتيفاكت لأنها اتس تو كلين تو بي ارتيفاكت. ده كل ال 12 بيت كده. وما ينفعش تكون بيس ميكر ريليتد تاكيكارديا لسببين. اول حاجه انه في الكلينيكال سيناريو مش قايل لي ان العيان ده ماركت بيس ميكر، وتاني حاجه انه ما فيش بيسنج سبايكس. فاحنا في الثلاثه ديفرنشال الكبار بتوع الوايد كومبلكس تاكيكارديا، وده العادي الطبيعي ان في ال12 ليد اي سي جي غالبا هنرول اوت الاثنين دول وهيتبقى لنا الثلاثه الاساسيين. تمام تمام. هنمشي ازاي؟ السؤال اللي جاي، السؤال الجاي ممكن نفكر مثلا المورفولوجي بتاعي اللي موجود في البريكورديال ليدز، هل هي تيبيكال رايت باندل او تيبيكال ليفت باندل ولا لا؟ دي مثلا اكشلي دي تيبيكال ليفت باندل. طيب خليني اغششك السؤال اللي جاي قبل ما اروح للنقطه المهمه جدا اللي انت بتقولها دي. انا الاول لو من هدور على AV dissociation، لان AV dissociation ده هيوصلني لتشخيص في نسبه كبيره من المرضى. يعني لو انا لقيت AV dissociation يبقى خلاص الموضوع انتهى، this is ventricular tachycardia. لو انا ما لقيتش AV dissociation يبقى still the chances are 1-1، معنى كده انها ممكن تكون VT with 1-1 conduction لان ده بيحصل، وممكن تكون SVT with aberrant conduction أو pre-excited tachycardia. فالسؤال، هل حضرتك تقدر تقول لنا الـ ECG ده في AV dissociation؟ الحقيقة يعني في الليد اتنين ممكن، أنا ما أقدرش أحلف عليها، بس ممكن أقول بأن أنا شايف حاجات شبه الـ AV dissociation بتظهر وبتختفي، لكن انا ما اقدرش احلف عليها الحقيقه. عظيم جدا، عجباني قوي الجمله دي. ليه؟ لان الاجابه لو حضرتك مش قادر تحلف عليها ما تعتمدش عليها، نقطه. دي معلومه مهمه قوي. وكثير من الاحوال يا جماعه الوايت كومبلكس تاكيكارديا الفاست صعب جدا ان انت تشوف فيها بي ويف تبقى متاكد. فالإجابة لو مش متأكد ما تعتمدش عليها. وأنا الحقيقة هنا في الـ ECG ده مقدرش أقول لك إن أنا شايف في ويف واضحة ما نقدر نعتمد عليها. إذن الاحتمالات ما زالت كلها قائمة. نيجي بقى دور السؤال المهم الثالث اللي أنت قلته، يا ترى المورفولوجي ده شكل مورفولوجي بتاعت SVT with aberrant conduction ولا VT pre-excitation؟ أنا ليه بقول كده؟ لان في دماغك عايزك تخلي الاس في تي وذ ابيرنت كوندكشن في حته والبري اكسايتد تاكيكارديا والفي تي في حته تانية. وليه كده؟ عشان الباثولوجي. هو في الاس في تي وذ ابيرنت كوندكشن الامبلس جايه من اباف ذا ليفل اوف ذا فنتريكلز ونازله في النورمال هيسبركينجي سيستم. صحيح ان الهيسبركينجي سيستم ده ديزيزد ولكنه نورمال normal pathway. إنما في الـ VT وفي الـ pre-excited tachycardia الـ ventricle activated من حتة abnormal، وبالتالي شكل الـ conduction ما بيبقاش شبه الـ right bundle والـ left bundle اللي حضرتك متعود عليهم. ففي دماغنا SVT في حتة و VT و pre-excited tachycardia في حتة تانية. طيب إيه السؤال اللي احنا هنسأله نفسنا؟ والله هو المنظر الـ left bundle اللي أنا شايفه ده، هل هو شكل الليفت باندل اللي انا متعود عليها اللي علموها لي زمان في سنه 6 اللي هي مونوفيزيك كومبلكسز ونيجاتيف في في 1 وبوزيتيف في في 6، ولا ده شكله انا مش واخد عليه، ده مش شكل الليفت باندل اللي انا متعود عليه؟ السؤال ده ليه؟ الحقيقه بان هو تيبيكال ليفت باندل. تمام. كيو اس في 1 وفي 2 وطول مونوفيزيك ار موجوده في 5 وفي 6.
تمام. طب انا هقول لك فيتشرز اجينست التيبيكاليتي في العيان ده. اول فيتشر ان مش الطبيعي ان في الليفت باندل ليد 2 ليد 3 واي في اف يبقوا نيجاتيف. تاني حاجه ان مش طبيعي ان في الليفت باندل ان يبقى في نوتشنج على الداون سلوب بتاع الكي ار اس كومبلكس. شايف النوتشنج ده؟ شايف النوتشنج ده؟ This is not normal for a classic typical left bundle. عشان كده انا اول ما شفت الاي سي جي ده قلت ان هو حمال اوجه، يعني انا مش يعني مانيش سترونج هارتد على اللي انا هقوله ده، بس انا لو حاجه هقول ان this is more towards ventricular tachycardia عن SVT with aberrant conduction. الا اذا بعد ما التاكيكارديا دي اختفت انا بصيت على الاي سي جي بتاع العيان لقيت عنده بيز لاين ابيرنسي شكلها كده، عنده ليفت باندل وعنده ليفت اكسس ديفيشن، وده وارد. انما لو ده الاي سي جي بتاع العيان ده نورمال تماما يبقى حضرتك هتقول ان this is most likely ventricular tachycardia. الديفرنشال دايجنوزيس مازال موجود، وعشان كده الديفرنشال دايجنوزيس بيحميك ويأمنك في الامتحان، ان انت معروف ان حضرتك عارف ايه اللي ممكن يعمل كده، بس تقدر تقول ان I can favor the diagnosis of so and so because so and so. تمام؟ تمام. وكلنا realizing الليميتيشن بتاع الفحص، اي فحص في الدنيا بما فيه الاي سي جي جايز جدا ما يوصلنيش لتشخيص شارب، بس اتليست انا عارف الديفرنشال دايجنوستس. اوكي اوكي شكرا جزيلا يا دكتور. العفو. طيب فولنتير، ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ لا ما اظنش الفولنتيرز لحقوا يخلصوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور، اهلا بحضرتك. السلام عليكم دكتور يوسف. دكتور يوسف اهلا بيك. هو الحقيقه انا مش الريد هارت ريت مع حضرتك. اتفضل. هو الحقيقه الهارت ريت هنا تك كارديك لحوالي 110، يعني هو انا ممكن اقول عليه 100 بس مش هنختلف كتير. اوكي تمام. انا مش شايف بي ويفز. اوكي يعني متخيل كده في بي ويف انفيرتد بعد تي ويف في اي في ار، بس ما اظنش ان دي بي ويف. الابرايت ولا انفيرتد اللي انفيرتد؟ الانفيرتد. تمام اوكي. ده وايت كومبلكس. ايوه. I'm not sure هل ده تي ويف ولا انفيرتد كيو ار اس، يعني هل ده باي دايركشن بي تي ولا ده اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم. بس انا ميال اكتر ان ده اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم، لان في ليد واحد باين ان هي تي ويف. انت ميال ان ده اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم. تمام. طيب انا متفق مع حضرتك في اجزاء كتيره من اللي انت قلتها. يعني اول حاجه البي ويف تبدو يعني على احسن تقدير فلاتن، يعني في شادو للبي ويف احنا شايفينه بس ما هوش واضح. على اقصى تقدير نقدر، على اقل تقدير نقدر نقول ان هو فلاتن. معلش عندي بس انه ممكن يبقى هايبر كاليميا برضه في الديفرنشال. تمام. تاني حاجه ان الكيو ار اس كومبلكس شكله وايدنت، دي حقيقه.
الاوبزرفيشن المهمه هي ان التي ويف اللي حضرتك من كتر ما هي شارب كنت متصور انها يمكن تكون هي كمان كيو ار اس كومبلكس، ودي ملاحظه جيده جدا. التي ويف تول اند بيكد، مش كده؟ لما تلاقي الكونستليشن اوف فيتشرز دي، اول حاجه توب ان مايند زي ما حضرتك قلت هي الهايبركاليميا، فلاتند بي ويف، وايد كيو ار اس كومبلكس، و تول تي ويفز. وبعدين انا عايز برضو اقول حاجه، هو حكايه الايديو فنتريكولاريزم دي صح جدا. بعض المرضى اللي بيبقى عندهم ايديو فنتريكولاريزم الاي سي جي بتاعهم بيجي شبه الهايبركاليميا بالظبط. هو ايه الفرق ما بين تاثير الهايبركاليميا وما بين الايديو فنتريكولاريزم؟ الهايبركاليميا مازال ساينس بيتس كوندكتد داون ذا هيسبركينجي سيستم، بس بيكوز اوف ذا افكت اوف ذا بوتاسيوم ليفل الويفز بتتغير. انما الايديو فنتريكولاريزم دي فوكس موجوده في الفنتريكل، فهتعمل وايد كيو ار اس كومبلكس، واحيانا بيبقى ليها ريبولاريزيشن ابنورماليتي عامله بيكينج في التي ويف فتلخبطك مع الهايبركاليميا. انت المفروض ان انت تقول الاثنين في الديفرنشال دايجنوزيس وتقول انت ميال لايه اكتر بيكوز اوف سو اند سو، ولكن انت فاهم ان الباثولوجي از ديفرنت. ده sinusly conducted P waves conducted by aberrant conduction that is bizarre looking with abnormal repolarization نتيجة الهايبوتاسيوم ليفل versus a totally different story focus موجودة في الventricle بتعمل ventricular rhythm بس lower than 100 beats per minute، فعشان كده يسموه idioventricular rhythm. ولو سرع شويه اصولي يبقى اسمه فنتريكولار تاكيكارديا، لو زاد عن 100 بيتس بير مينيت اصولي يبقى اسمه فنتريكولار تاكيكارديا. تمام، عظيم جدا. طيب عايز حضراتكم تبصوا على الاي سي جي ده وتقولوا لي ايه رايكم، ويا ريت يبقى في فولنتير برضو كتر خيركم. انا متشكر قوي على الانتر اكشن اللي انتوا عاملينها دي. احنا عندنا في الجامعة يعني ناس كثيرة من المتخصصين في الاريزمياز والالكتروفيسيولوجي، يعني اسمائهم منورة البارتيسيبنتس، فبليز شير. هو ده تاكي كارديو؟ بليز شير. هو انا ممكن نايب. مين معاه؟ انا احمد نجا حضرتك، بس انا لسه نايب في التاف سنيور. ممكن اطلب حضرتك ولا ادى الام دي؟ لا لا طبعا، جو هيد دكتور احمد، اهلا بيك. انا شايف نارو كومبلكس تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوستس السي في تي، ممكن اي في ان ار تي او سيندروميك اي في ار تي. انا شايف في تاكيكارديا حضرتك موجوده دي مش واضحه جدا، تاكيكارديا على 150 تقريبا، فانا ميال اكتر للسي في تي. ميال لايه يا دكتور معلش اخر حاجه؟ السي في تي. السي في تي غالبا اي في ايفين نورتيكا. اوكي هايل، بيرفكت. احنا اول حاجه قلناها يعني ان احنا وي ديسكرايبد وات وي ار سينج، ايه المين باثولوجي اللي احنا عايزين نوصفه؟ ان احنا عندنا فاست هارت ريت مور ذان 150 بيتس بير مينيت، والكيو ار اس كومبلكس از نارو. لما ندور في السيريبرال كورتكس نلاقي انه الجوريزم
اللي هي الالجوريزم بتاع النارو كومبلكس تاكي كارديا، اللي هي بين قوسين سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، اللي انا وحضرتك عارفين الديفرنشال دايجنوزس بتاعها اللي هو ايه الديفرنشال؟ اي في نودر اي في ان ار تي والاورثودرومك والاورثودرومك اي في ار تي. هي الاورثودرومك اي اللي هي الباثوي ميديتد اي في ار تي والاي في ان ار تي والاتريال تاكي كارديا. عظيم جدا. الخطوه الجايه الصح ايه؟ ان احنا نحاول ندور على البي ويفز علشان نحاول نعرف. تمام. ولا انا كمان الحقيقه يا دكتور احمد شايف بي ويفز، وعشان كده هرجع للرول الاساسيه. لو احنا مش شايفين بي ويفز كونسيستنت وواضحه ونقدر نثبتها مور ذان وان ليد، مش هنعتمد عليها. تمام. في الاس في تي الامور بتقف عند هذا الحد، لو احنا مش شايفين بي ويف كل اللي نقدر نقوله ان دي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوزس، ما نقدرش نقول حاجه اكتر من كده. وهو ده اخر التريسنج، ده هو ده اللي نقدر نعمله فيه. طيب العيان ده في محاوله تقليل الهارت ريت بتاعه ادينا له انترافينس فيرابامل. عايزين نشوف بقى اوريه لكم في الاي سي جي ده ترافلاتر. مين معاه يا فندم؟ دكتور يوسف. دكتور يوسف اهلا بيك. إيه انت فلاتر؟ طب ممكن حضرتك تقول لي انت ليه قلت اترال فلاتر؟ هو الحقيقه انا شايف كل التو بي ويفز في كيو ار اس كومبلكس، بس هو الصراحه في بيز لاين بين الكيو بين البي ويفز، فممكن يبقى اترا تكارد. اوكي. طيب الاوبزرفيشن اللي بيقولها لنا دكتور يوسف ايه؟ ان احنا بعد ما ادينا للعيان ده فيرابامل وهدينا الفنتريكولار ريسبونس، لقينا ان قبل كل كيو ار اس كومبلكس في ما يبدو انه تو بي ويفز. قبل كل QRS complex في 2 P waves. 2 P waves then a QRS complex. 2 P waves then a QRS complex. وما الـ deflection اللي في الوسط ده؟ الـ deflection الوسط ده ده T wave. طب الله شمعنا يعني انت ليه متأكد 100% كده ان DP و DP واللي في وسطها T؟ انا هقول لك لسببين. اول حاجة البي ويف دي ديبولاريزيشن فينومينا. الديبولاريزيشن فينومينا لازم تبقى الفولتج بتاعها ريزنابلي كبير وتكون شارب. لما نقارن تو ويفز كده تفتكر دي شاربر عن دي ولا العكس؟ لا طبعا دي شارب جدا واضحه، في حين ان الثانيه بلانتد كده وقصيره، صح؟ فلما تيجي تختار ما بين دول مين هيطلع فيهم بي ومين هيطلع تي، لا دي البي ودي. طب الحاجه المهمه جدا يا ريت يا جماعه اللي ما معلش هستاذنكم اللي ما بيتكلمش يا ريت يعمل ميوت علشان ما يبقاش فيه انتربشنز. فكنا بنقول ايه؟ فكنا بنقول ان ايه الحاجه الثانيه المهمه؟ ان لو انت حضرتك ديلينج مع اتريال فلاتر او اتريال تاكيكارديا، لازم انت في دماغك تبقى عارف ان البي ويفز دي هتبقى اكويديستنت. يعني ايه اكويديستنت؟ يعني المسافه من البي دي للبي دي هتبقى زي المسافه من البي دي للبي دي وهكذا. وتقدر بفيجوال كاليبر او ببيبر كاليبر او بميتال كاليبر تعدي عليهم وتكسبكت معاد البي اللي جايه. لو انت حضرتك افتكرت ان دي بي ويف هتخلف معاك، مش هتظبط. انما بص كده، لو احنا مشينا في الكاليبرز دي، ادي بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف، اكويديستنت مفيش كلام. تمام. طيب اسمه ايه ده؟ اولا انا خد بالك انا بادئ الاي سي جي الوايد اللي هو ده بثلاثه ديفرنشال، اي في ان ار تي اورثودروميك اي في ار تي او اترال تاكيكارديا. هنا انا اقدر اشيل بثقه الاي في ار تي. عمر ما الارثودروميك اي في ار تي يا جماعه بتبقى 2 تو 1، ده مستحيل. كويس.
كمان it's very very unlikely انها تبقى AVNRT. فعشان كده لما تلاقي AV block، لما تلاقي AV block سواء 2 to 1 زي المنظر اللي احنا فيه او 3 to 1 او variable او كذا، اسهم الاتريال تاكيكارديا تعلى جدا واسهم الـ AVNRT والـ AVRT تنزل جدا. تمام؟ طيب يتبقى لنا نقطة واحدة بس، هو ده اتريال تاكيكارديا ولا اتريال فلتر؟ هو اصلا ايه الفرق بينهم؟ الفرق في الميكانيزم. الاتريال تاكيكارديا دي هي فوكال اريثميا جايه من نقطه صغيره جدا من الاتريوم، في حين ان الاتريال فلتر ده ري انترنت سيركت، ومش اي ري انترنت، دي ماكرو ري انترنت سيركت. الماكرو ريانترنت سيركت دي تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى ان في كل وقت في الكاردياك سايكل في الكتريكال اكتيفيتي. طب ده يمانيفست ازاي على الاي سي جي؟ يمانيفست ان البيز لاين يبقى انديوليتنج، ما يبقاش في بيز لاين ما بين في بيز لاين. واضح اهو، شايف ادي بي ويف ديسكريت اهي، وبعدين بيز لاين، وبعدين بي ويف ديسكريت تانية، وهكذا. المنظر ده يحصل في الفوكال اريزميا، لان الفوكس بتفاير تاكتيفيت الاتريوم وتسكت، بيبقى في الكتريك دايستول، مفيش حاجه بتحصل في المرحله الزمنيه دي، وهكذا. الري انترنت سيركت لا، ده في حاجه بتحصل دايما. فلما تيجي تعلق على ده هقول ان this is most likely atrial tachycardia. تمام؟ اوكي. طيب العيان ده خد دي سي شوك ورجع ساينس، شايفين بقى الفرق ما بين الساينس ريذم وما بين الريذم اللي قبل كده؟ بص ليه، دي اتنين بي ويف اهي ديسكريت اهي، وبعدين التي، وبعدين بي ويف تاني، وبعدين الكي ار اس، وبعدين التي، وهكذا. قارن كده، هرجعك. شايف دي؟ دي اختفت خالص اللي كانت موجوده بعد الكي ار اس كومبلكس ده. تاني دي اتريال تاكيكارديا ويز 2 تو 1 اي في كوندكشن. عظيم جدا. طيب ايه رايكم في التريسينج ده؟ فولنتيرز. دكتوره امل، دكتور اسلام، دكتور شعبان، دكتور شعبان تاني، دكتوره مارينا، دكتور مينا. ماشي، مساء الخير يا دكتور احمد. اهلا دكتوره مارينا. انا مارينا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. برضه هنبتدي عادي زي ما احنا متعودين. واي كومبلكس تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوزيس. اوكي. انا شايفه ان هي ريجولار. اوكي. والهارت ريت برضه معدي ال 200 طبعا. فبرضه دخلنا في زي ما دكتور قبلي قال الديفرنشال دايجنوز بتاع الوايت كومبلكس تاكيكارديا. احنا برضو مش قدام ارتفاكت ولا بيس ميكر ميديت تاكيكارديا. اوكي. فاحنا اس في تي ويز ابريشن او في تي او اس في تي ويز بري اكسايتيشن. تمام. طيب يعني هنبتدي برضو بالحاجات اللي لو لقيناها هنحسم الدياجنوزيس. فأنا مثلا ممكن أدور على AV dissociation أو مثلا كابشر بيت، فأنا كابشر بيت مثلا في اللونج ستريب مش شايفة الحقيقة. AV dissociation بقى الايفي ديسوشيشن هياخد عيني لازم، لو هو يبقى مش متاكده برضو يبقى هقول لا. تمام، عظيم جدا. البروجادا كرايتيريا هنا في صالح ال اس في تي. اوكي، هو الكومبلكس رايت بوندل، يعني رايت بوندل. السؤال بقى اللي احنا بنحب نساله ده، هو رايت بوندل مع ليفت اكسس. مين قال رايت بندل مع ليفت اكسس؟ طيب انا دكتور يوسف. دكتور يوسف، طب انت ايه رايك الرايت بندل والليفت اكسس ده يقولوا لنا حاجه؟ هو ممكن يبقى دي في تك، دي بس في تك.
مش فاسيكولار بي تي. لا فاسيكولار بي تي. طب هايل، كل الكلام ده ممتاز. خلونا نوصل نبتدي من اخر نقطه سيستماتيك وصلنا لها. قلنا ايه؟ قلنا هو ده شكل التيبيكال رايت باندل ولا شكل الاي لا تيبيكال رايت باندل؟ لا ده تيبيكال. تيبيكال تيبيكال. لا تيبيكال يا دكتور. هو الحقيقه يا جماعه ايه تيبيكال؟ ايه تيبيكال؟ التيبيكال رايت باندل اول حاجه بتبقى ار اس ار داش في 1 وبتبقى ديب وايد اس في في 6، والاهم من ده كله انها ما بيبقاش معاها ليفت اكسس. الرايت باندل مش بتغير الاكسس. اوكي، ف لما حضرتك تلاقي المنظر ده بتاع رايت باندل وليفت اكسس لازم تشك في حاجه اسمها فاسيكولار فنتريكولار تاكيكارديا، وده نوع من انواع الايديوباثيك ليفت فنتريكولار تاكيكارديا. هي بتيجي بالمنظر ده رايت باندل، تتلخبط فيها لانها شويه فيها من الابريشن، انما يسترايك يور اي انها ليها ليفت اكسس ديفيشن. طب ايه اللي يعمل الليفت اكسس ديفيشن في وجود الرايت باندل؟ خد بالك لو العيان ده الاي سي جي بتاعه نورمال في البيز لاين الريستنج، اول ما تلاقي المنظر ده شك في فاسيكولار فنتريكولار تاكيكارديا. تمام. طبعا منين بالظبط؟ ايه؟ لان سوبيريورلي دايركتد، يبقى دي معناها ده ليفت اكسس مش كده؟ والليفت اكسس هو خيرا يا جماعه بالمايك بعد اذنكم، اوصيكم خيرا بالمايك. اوكي طيب. فالسوبيريور اكسس دول يشمل الليفت اكسس ديفيشن والاكستريم اكسس ديفيشن، فده سوبيريور اكسس. ليه؟ الاي بي ار، لان الاي في ان الفي تي دي جايه من تحت على السبتم من قرب الليفت بوستيريور فاسيكل، فالاكسس اوف ديبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل باصص لفوق. اوكي تمام. طيب عظيم جدا. معلش عندي سؤال، اسف. اتفضل. هو هنا في الرابت اير ساين هاخد الليفت رابت اير اعلى على في 2 ولا ان الرايت رابت اير اعلى على في 1؟ لا هو المفروض ان الرابت اير، يعني بغض النظر عن ان انا بتلخبط بينهم، بس هي المفروض تبقى في 1. في 1 صح، فانا كده الرايت رابت اير هي اللي اعلى، يعني ده was favoring ان ده تيبيكال رايت باندل. والله ما انا عارف، انا مش بحفظ حكايه الرابت اير يا دكتور والله، بس هي نقطه تحترم طبعا، بس to me it's atypical. وانا يعني قلت لك ذكرت لك الفيتشرز اوف اتيبيكاليتي، يمكن لو جت بعد كده تيبيكال رايت باندل ده ويوريك اللي انا قصدي عليه. بس انا قصدي اقول ايه، هو مش كل برضه الرايت والليفت رابت اير بيبقوا تيبيكال ولا اتيبيكال. يعني الرايت باندل التيبيكال في دماغي بيبقى بتبتدي بسمول ار وبتبتدي باس تنزل عن البيز لاين وبعدين تنتهي بار داش ذات از وايد. ده مفهومي عن التيبيكال رايت باند. اوكي وبرضه دكتور احمد برضه في حاجه تاني بي 5 وبي 6 ان الار تو اس ريشيو اقل من 1. بالظبط تمام. دي بقى الرايت باند خالص. في الرايت باند بي 5 وبي 6 انت بيبقى عندك فول ار وايد اس، سمول ديب وايد اس فول ار، بتبقى عمرها هتبقى الدبث بتاعها اكتر من الهايت بتاع الار اللي قبليها في التيبيكال رايت باند. اوكي وحاجه اخيره برضو، الليد اي في ار دوت بيؤكد يعني او هو ماشي قوي انه ده في تي، ان هو يبقى سوبيريور اي في ار ما يجيش مع اس بي تي وذ ابيرنت كوندكشن، دي حاجه جايه من تحت خالص. تمام عندك حق 100%. انا بس عشان ايه
برضو بلفت نظركم ان احنا مش عايزين جو ديب قوي تو بي اونست، عشان الاكزام في ناس عندهم امتحان بكره، بس 100% كل اللي حضراتكم بتقولوه ده بما فيه الاي في ار الانيشيالي بوزيتيف ده از جوينج ويز فنتريكولار تاكيكارد. تمام، شكرا. فولنتيرز السلام عليكم دكتور احمد. وعليكم السلام يا فندم، مين معايا؟ انا اسلام طلعت يا دكتور احمد. دكتور اسلام اهلا بيك، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ ايه رايك؟ احنا عندنا هنا وايت كومبلكس تاكيكارديا الريجولر شكلها بري اكزايتد اف. اوكي، وايت كومبلكس تاكيكارديا الريجولر شكلها بري اكزايتد اف، صح؟ يعني unfortunately ال white complex irregular tachycardia ما فيهاش أسرار كتير. الواحد بيحاول قدر الإمكان إن هو ما يلجأش للpattern recognition، يعني أنا شفت ده فهو ده يبقى كده، ده اسمه pattern recognition. بس هو الحقيقة ال pre-excited AF من الحاجات اللي انت أحيانا بتبقى مضطر تستخدم فيها ال approach ده pattern recognition. ما فيش حاجة كتيرة في ال ECG تعمل وايت كومبلكس الريجولر تاكيكارديا غير البري اكسايتد اتريال فيبريليشن. تمام، طب البوليمورفيك في تي دي احد الحاجات. البوليمورفيك في تي حجم الريجولاريتي فيها المفروض ان هو هيبقى اقل شويه من البري اكسايتد اتريال فيبريليشن، يعني الـ VT بيبقى فيها الريجولاريتي خصوصا لو بوليمورفيك او اوتوماتيك، انما المفروض باي ديفينيشن انها ما توصلش الماركت الريجولاريتي. يعني ايه ماركت الريجولاريتي؟ ده ليه ديفينيشن. الماركت الريجولاريتي هو ان يبقى حضرتك عندك RR ضعف RR تانية، صح؟ فدي الـ RR دي تقريبا ضعف ويمكن تزيد عن ضعف الـ RR دي، ده يبقى unlikely VT ومور likely اتريال فيبريليشن. طيب كنت بسأل دكتور اسلام، يا دكتور اسلام هو انت ايه رأيك، هو دي ليه ما ينفعش تكون مجرد اتريال فيبريليشن with right bundle branch block؟ مش في وانا هي بوزيتيف، طب ما تطلعش right bundle ليه؟ علشان كل كار اس مختلف عن التانية في الويتس وفي الفولتج، فلو AF مع رايت باندل كنا هنلاقيهم زي بعض في الويتس والفولتج، لكن دول مختلفين خالص. يعني هو في الويتس تحديدا، يعني في الويتس تحديدا حد بيقول حاجه؟ انا كنت هقول السايكل لينس بين الكومبلكسز لما بتبقى بيوصل انه اتنين ما بينهم اقل من مربع بيمشي اكتر مع اكسسري باسوي. مين معايا؟ الدلتا وف واضحه جامد. انا امل يا دكتور احمد. يا دكتور امل ايه اخبارك، عامله ايه؟ طيب ازي حضرتك؟ كلامكم عظيم جدا. الحمد لله والله. بصي عايز اقول لك ان الويتس في البريكسايتد اتريال فيبريليشن هو اللي بيتغير بقوه، بمعنى ان لما تلاقي الكيو ار اس كومبلكس هنا فيري وايد versus QRS complex هنا نارو، ده بيمشي اكتر مع البري اكسايتد اتريال فيبريليشن، لان احنا عارفين ان ده الميكانيزم بتاعه ايه. الميكانيزم بتاعه ان شويه بيتس بيبقى فيهم البريدومينانت كوندكشن اوفر ذا اكسسوري باثوي، في حين ان شويه بيتس ثانيه بيبقى الكوندكشن فيهم over the EV node. ده اللي بيغير ماركتلي في الويتس بتاع QRS complex. الوضع ده مش موجود في الرايت باندل. الرايت باندل الويتس بتاعه R3، فدي اول نقطة مهمة. تاني نقطة مهمة concordance، ده دي atypical، صح؟ 100% ده دي totally atypical QRS complex، totally atypical right bundle branch block، ده ما هوش تيبيكال رايت باندل. ده كلهم بوزيتيف،
الاي اف وذا رايت باندل. ايه كمان؟ ان لو بصيت على بعض الكيو ار اس كومبلكسز هنا تقدر تقول ان في بدايتها في وات لوكس لايك دلتا ويف. شايف شكل ال شكل الانيشال كيو ار اس كومبلكس ده شكله سليرنج. بمناسبه ان انا قلت الحكايه دي، عايز ارجعكم خطوه للورا للفي تي اللي كانت نارو دي. شايفين يا جماعه دي احد الديفرنشال بتاعها هو بري اكسايتد تاكيكارديا، صح؟ ده وايت كومبلكس تاكيكارديا. اللي اجينست كده ايه؟ ان الانيشال بارت بتاع الكيو ار اس كومبلكس نارو جدا، حد كسيف. شايف الانست بتاع الكيو ار اس كومبلكس؟ الانست بتاع الكيو ار اس كومبلكس شارب جدا، ما فيهوش السليرنج اللي حضرتك شايفه هنا ده. فعشان كده لما تشوف المنظر ده شيل بري اكسايتد تاكيكارديا من حساباتك، ده مش نازل على اكسسوري. اوكي طيب، طيب فولنتير فولنتير. طب صحيلي معاك لو انا صحيت، لو ما لقيتنيش صحيت وصيكم بالمايك خيرا. يا قوم الاي سي جي ده لطيف. هو ده الهارت ريت دكتور يوسف. دكتور يوسف نشكر لك مشاركتك يا دكتور يوسف النهارده. هو الحقيقة ده نارو كومبلكس الهارت ريت حوالي 70. البي ويف دي شكلها ساينس بي ويف. تمام. هو أنا شايف إن محتاج أحسب الكوركتد هنا الكوركتد كيو تي انترفل. شكلها طويل بالنسبة لك. كيو تي انترفل شكله طويل. أنا حسبت من أول الكيو ار اس على في في خمسة مثلا لحد آخر التي ويف هيطلع معايا مربعين كبار، هو أكتر من مربعين كبار يعني معدي 450 ملي سكند تقريبا. طب انا دكتور يوسف هنقيس مبدئيا الكيو تي انترفال في انهي ليد؟ الموست كلير ليد او ممكن في ليد 2 او في 5. اوكي ليد 2 او في 5. طب ايه رايك نقيسها في في 5 هنا؟ هنقيسها ازاي؟ من اول الكيو ممكن تختلف، يعني ممكن حد يقول لك انا بصراحه شايف ان التي ويف دي اخرها هنا ودي ما اعرفش ايه دي، وفي واحد يقول لا دي اخرها هنا ودي ويف بس شكلها فاني، وواحدين واحد يقول هنقيسها هنا. هنقيسها فين؟ ثلاثة. كويس. هو اللي اعرفه ان احنا ممكن نرسم لاين والسلوب مع يعني شو السلوب بتاع التي ويف، واللاين ده لما يقابل البيز لاين بقول دي نهاية التي ويف. تمام. طب تعالى نختار ليد واضح، خلينا نقول الليد ده مثلا، ماشي؟ هنحط اللاين بتاعك فين؟ من البيك بتاع التي ويف وينزل على اول انيشال ستوب لحد ما يقابل البيس لاين. من البيك اللي هو تحت دي خالص الترف يعني قصدك؟ الترف، ماشي. طب مين ليه راي مختلف يا جماعه؟ هو ما كذبش عليكم من الاول دكتور احمد، من اول بدايه الكيورس لغايه ما التيب لغايه ما التيب بتقابل البيز لاين يعني. صحيح، ما هو ده نظريا كلام مظبوط 100% يعني، بس المشكله ان الموضوع ساعات ما بيبقاش بالكليرنس اللي حضرتك متخيله. كلاسيكلي المفروض نعمل ايه يا جماعه؟ كلاسيكلي المفروض نرسم تانجنت تانجنت. التانجنت ده يتماس مع الداون سلوب بتاع التي ويف. يعني لو حضرتك خيرتني هنا ارسم التانجنت بتاعي ده فين، انا هرسمه كده تانجنشال للداون سلوب ده اللي هو بدايته هنا.
داون سلوب مش ميبيك. اه وهقطع بيه البيز لاين، يعني تقريبا هقطع بيه البيز لاين هنا، وهحسب من هنا اخري يبقى هنا، واولي هو الكيو ار اس كومبلكس. طب تعالى نحسب، عندي مربعين كبار ادي 400 ملي سكند، وعندي هنا تقريبا مربعين ادي 80 ملي سكند، ومربع كمان ادي 520 ملي سكند. يعني لو سالتني هقول لك غالبا الكيو تي انترفال بتاعت العيان ده 520 ملي سكند. ايه تاني يقول لك ان العيان ده عنده لونج كيو تي سيندروم؟ الكيو تي التيوف انفرتد سيمتريكال انفرتد الفاني دي يسموها ايه؟ التي ويفز دي يا جماعه يسموها ديب انفرتد تي ويفز. انما شايفين الامبليتيود بتاعها بيتغير ازاي؟ جوه الليد الواحد الامبليتيود بتاع التي ويف دي بيتغير. تي ويف الترنانس، تي ويف الترنانس كان بياخد في السكور. تي ويف الترنانس دي كمان مش بس فيتشر تشخص، لا دي فيتشر تقول لك ان العيان بتاعك ده هاي ريسك. العيان ده يا جماعه كان طفل صغير عنده جيرفيل لونج نيلسون سيندروم. جيرفيل لونج نيلسون سيندروم ده يبقى فيه سنسوري نيورال هيرينج لوس وبرولونجد كيو تي، وبالتالي ريسك اوف داينج سادنلي، والعيانين دول بييجوا بسكوك وكذا. تمام، فخد بالك من اللونج كيو تي. تمام، فولنتير دكتور جالكسي ام 31، دكتور جالكسي تاب ايه، دكتور ايه؟ السلام عليكم دكتور احمد. دكتور ايفون ايفون ايفون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ محمد سيد. دكتور محمد ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك دكتور احمد؟ الله يكون الامور ماشيه كويس باذن الله. الحمد لله، الحمد لله بكل شيء، ربنا يوفقك. ربنا يكرمك دكتور احمد. هو الاي سي جي دي انا شايف ان هو ساينس ريز، واحنا عندنا يعني سو كلوزد بي ار انترفال، فكانت تكون ما عنديش بي ار انترفال، وعندي دلتا ويف موجوده ده دبليو بي دبليو. يعني لو في حاجه ممكن تتزود يعني اكوردنج تو ارودا جاكمان، فاحنا ممكن نقول ان ده حاجه ليفت فري وول مثلا، هي عشان بادئه ببوزيتيف من اول في واحد. طيب حلو قوي يا دكتور محمد، هن ديسكرايب وات وي ار سي انترفال قصيره، هي متشافة بس صغيرة. يعني لأني عايز بس أفكركم إن الـ PR interval هي من أول الـ PWM بين حوالي 80-100 ملي سكند. صحيح الـ PR segment اللي هي ما بين نهاية الـ PWM وبداية الـ QRS complex هي اللي تقريبا مش موجودة، بس الـ PR interval موجودة إنما short. White QRS complex وinitial slurring of the QRS complex consistent مع delta wave، ده يشخص ايه؟ ده يشخص WBW syndrome. لو حضرتك عايز تجود وتإمبريس الإكزامينر هتقول له أنا كمان هقول لحضرتك هو الباثوي ده مكانه فين؟ ميوت بعد إذنك يا جماعة. الباثوي ده يا جماعة مكانه فين؟ إحنا بنبص في ثلاث أماكن عشان نعرف مكان الباثوي باختصار لأن ده مش مجاله. اول حاجه هنبص على اللاترال ليدز، لو لقينا اللاترال ليدز بادئه بنيجاتيف دلتا ويف، اللاترال ليدز دول اللي هم ليد واحد ويف ال، لو لقيناهم نيجاتيف يبقى احنا وي ار ديلينج وذ ليفت لاترال اكسسوري باثوي، ده اول حاجه. طيب لو ما كانش كده يبقى كل الاماكن التانية وارده. طب تاني حاجه هنبص لها في 1، لو لقيت في 1 الار اس ريشيو اكتر من واحد يبقى ده ليفت سايدد، وبما انك مش ليفت لاترال لان انت عديت على اول خطوه يبقى ده اكيد ليفت بوستيريور اكسسوري باثوي. ما هم الباثوي اللي في الليفت سايد يا بيبقوا ليفت لاترال يا ليفت بوستيريور، مفيش ليفت انتيريور. ليه؟ لان ده مكان الاورتيك فالف، فالحته دي ما فيهاش باثويز. طيب
طب لو لقيت الريشيو في الار اس اقل من واحد، لا ده يبقى رايت سايدد باثوي. تمام. نيجي بعد كده لاخر سؤال، الانفيريور ليدز. الانفيريور ليدز دي الدلتا فيها في 2 و3 و اي في اف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو بوزيتيف يبقى ده سوبيريور. يعني ايه سوبيريور؟ يعني مكانه فوق الترايكاسبيد انيولس. طب ولو كانوا الانفيريور ليدز دي نيجاتيف يبقى ده فين؟ يبقى ده مكانه انفيريور للترايكاسبيد انيولس. تاني، اول حاجه اللاترال ليدز 1 واي في ال نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف زي هنا، يبقى ده ليفت لاترال اكسسوري باث واي. خلصت. طيب تاني سؤال، ال V1 للار اس ريشيو اكتر من واحد، يبقى ده ليفت سايدد. ولو الاجابه كانت الخطوه الاولانيه كان بوزيتيف ما كانش نيجاتيف، يبقى ده هيبقى ليفت بوستيريور، لان هم دول المكانين الفاضلين. طيب لو كان بقى الريشيو بتاع الار اس في واحد اقل من واحد، يبقى ده رايت سايدد. طيب السؤال الاخير، هنبص على الانفيريور ليدز، يطلعوا بوزيتيف يبقى ده سوبيريور للترايكاسبيد انيولس، يطلعوا نيجاتيف مش زي هنا يعني، يبقوا ده انفيريور للترايكاسبيد انيولس. كويس. ده يعني ايه؟ زي ما تقول كده 101 اكسسوري باث واي لوكاليزيشن. في اسئله في الحته دي؟ اوكي. طيب فولنتير، ده سهل بقى، ده سهل جدا، كلكم هتقولوه من اول لحظه. دارايت باندل مع ليفت اكس. مين معايا؟ بروجادا. بروجادا طيب. طب مين معايا؟ طيب دكتور احمد، انا احمد سفيان معايا. ايه يا دكتور سفيان، ساكت بقى حضرتك؟ ايه مرحبا جيد، انا كويس. قول لي بقى يا سيدي، انا عايز ان احنا نمشي سيستماتيك، مش عايزك تقول لي ان ده بروجادا. طب ما هم كلهم قالوا ان هو بروجادا، بس احنا هنكتب ايه في الامتحان؟ اوكي. طيب ده 12 ليد اي سي جي. اول حاجه بعلق عليها الهارت ريت ريزم ريجولار ريزم، والهارت ريت بتاعي تقريبا اراوند 100 مثلا. ساينس ريزم كده بس، انا وانت ما نقدرش نعرف، عشان ما نقدرش نحكم عليه بالظبط عشان مش مربع. ساينس ريزم، البي ويف نورمال مورفولوجي اند امبليتيود، البي ار انترفال نورمال. بعد كده خش على الكيو ار اس كومبلكس، الفولتج بتاعي نورمال والاكسس نورمال، لكن المورفولوجي بتاعها مختلف، واخده شكل رايت باندل. مينلي موجوده طبعا باينه في البريكورد ليدز، ومعاها تي ويف انفرجن اس تي اليفيشن. هو ده بيعتبر يعني الاي سي جي كده كباتر، ده باتن بروجادا تمام. تمام اوكي. طيب يعني هايل. اللي انا بس عايز الفت نظركم ليه ايه؟ ان انت هو ده الباثولوجي في البروجادا بيبقى في الاس تي سيجمنت، دي ما هياش رايت باندل، دي داون سلوبينج اس تي سيجمنت اليفيشن. فالداون سلوبينج اس تي سيجمنت اليفيشن ده باثوجنومونيك للبروجادا. صحيح ان هنا شكله ملفت وكنتوا كلكم قلتوا بروجادا، انما انا مش عايزك لما يجي لك ويبقى ساتل شويه تقول عليه ده انكمبليت رايت باندل. لازم تبقى عارف هو الاس تي سيجمنت بادئه فين. الاس تي سيجمنت بادئه بدري قوي هنا وهي اليفيتد، والاليفيشن بتاعها داون سلوبينج. تمام. طيب ايه سببه الباترن ده، واشمعنى بيحصل في الرايت بريكورديال ليدز؟ عشان بيبقى عند الـ RVOT، بيفوكس عند الـ RVOT. سؤال ماتش عارف.
مشكله في الصودوم تشانلز. هو repolarization abnormality بيؤدي الى flow of current في الديول بتاع الرايت فنتريكل، والرايت فنتريكلر اوت فلو تراك يعمل repolarization abnormality ده. اوكي، عشان كده دايما يحصل في الرايت بريكورديال ليدز. another ECG دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد العزيز، دكتور احمد، دكتور مونجي، دكتور اماني، دكتور اميره، فولنتيرز. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ محمد سيدي. ازيك يا محمد؟ عايزين يا جماعه الفولنتيرز ابتدوا يتكرروا، دي باد ساين، معناها ان انتوا زهقتوا. لا لا يا فندم، ال الريزم ده هو البي وي اف دي ساينس. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا هي البي ويف مالهاش علاقه خالص بالكيو ار اس زي ما احنا شايفين في في واحد، فاحنا عندنا كومبليت اف ديسوسيشن. الحاجه الثانيه احنا عندنا اس تي اليفيشن موجوده I think، وموجودة في ثلاثة أكتر من اثنين. looks إن هي myocardial infarction I think. يعني ده اللي أنا شايفه يعني. بص أنا متفق تماما معاك في الكمبليت هارت بلوك، وهو ده طبعا أهم حاجة في التريسينج، إيه اللي هنشخصه إزاي الكمبليت هارت بلوك ده. اول حاجه ان حضرتك لازم تلاحظ هنحطه فين في الالجوريزم بتاع دماغنا، هنحطه في حته لازم، فلازم تديسكرايب. اول ملاحظه ايه اللي هتعرف تحطك على الطريق الصحيح؟ ان انت يو ار ديلينج وذ براديكارديا. شايف اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 وشويه، فده سلو هارت ريذم. فالسلو هارت ريذم ده لازم يوجهك ناحيه براديكارديا الجوريزمز. البراديكارديا الجوريزمز دول يطلعوا حاجه من اتنين، يا اما مشكله في الامبلس جنريشن، يا اما مشكله في الامبلس كوندكشن. فحضرتك لازم تبص في البوز اللي ما بين الكيو ار اس دي، هل فيها بي ويفز ولا ما فيهاش؟ الاجابه هنا فيها، اهي بي ويف اهي، وهي بي ويف اهي، وهي بي ويف. فده معناه ان الاس نود دي عملت اللي عليها، يبقى ده كوندكشن سيستم ديزيز. الكوندكشن سيستم ديزيز ده اسمه ايه؟ اسمه هارت بلوك. الهارت بلوك ده درجات، انهي درجه منهم دول؟ هو الفيرست ديجري ده اللي هو فيه برولونجيشن من غير بلوك، دي اللي شويه بيوصلوش شويه ما بيوصلوش، والثيرد ديجري هو اللي كومبليت ديسوسيشن. الثيرد ديجري ده بقى ليه كرايتيريا ثلاثه، اول واحده فيهم ان الار ار انترفال فيكسد، ثاني واحده فيهم ان البي بي انترفال فيكسد. هتقول لي ده انا مش شايف بي، ما هو انا برضو عايزك تركز معايا، شايف دي بي ويف احنا مش مختلفين عليها صح؟ طيب وهنا، هنا في حاجه، الحاجه دي انت عرفتها منين؟ التي ويف دي شكلها بيكد شويه، مختلفه عن التي ويف دي مثلا، يبقى يمكن يكون في هنا حاجه مستخبيه. طب دي بي ويف لا خلاف. طب هنا في بي ويف لا خلاف صح؟ طب انا مش واثق، طب تعالى شوف ال V2، شايف الديفليكشن ده؟ ده مش جزء من QRS complex، ده دي P wave، وده P wave. طيب انا مش شايف حاجه هنا، هعرفها ازاي؟ اقول لك، مش انت عندك فيجوال كاليبر اهو، قال لك ال PP interval فين؟ خده وامشي بيه، لازم يكون في equidistant P هنا، فدي P wave اهي، ودي P wave اهي، وهكذا. ال PP interval دي fixed. ادي تاني كرايتيريا، ار ار انترفال فيكسد، بي بي انترفال فيكسد. الحاجه المهمه جدا بقى ان البي ار انترفال فاريبل طول التريسنج،
عمرك ما هتلاقي بي ار زي بي ار تانية في كومبليت هارت بلوك. ليه؟ لان البي جاي قبل الكيو ار اس كومبلكس بالمصادفه فقط، والصدفه لا تتكرر. البي ويف دي مش هي اللي عامله كيو ار اس كومبلكس ده اساسا، ده هي جايه قبليه بالصدفه، وبالتالي هي مختلفه عن البي ار انترفال دي، مختلفه عن البي ار انترفال دي، مختلفه عن البي ار انترفال الطويله جدا دي، مختلفه عن البي ار انترفال القصيره خالص دي، صح؟ فده كومبليت هارت بلوك. حكايه بقى الانفيرو انفاركشن اللي انتوا بتقولوا عليه ده، والله يعني ممكن، خلاص انا شخصيا هبقى ميال ان يمكن يكون العيان ده عنده هايبوثيرميا، انا مش عارف جايبينه منين، انا مش فاكر، او بيريكاردايتس يا دكتور احمد، ولا ايه راي حضرتك؟ بس بيريكاردايتس ايه اللي هيخليه يجيب هارت بلوك؟ يعني انا معاك، انفير ام اي ممكن، هايبوثيرميا ممكن، يبقى اصل في ديفيوز كونكيف اس تي اليفيشن واخد كل الاي سي جي ليدز تقريبا، يعني انفيرير وانتيرير، ولا حضرتك يعني لا لا ابدا، بس مش لاقي سبب للهارت بلوك بسببه، في ربط ما بين الاثنين يعني بس بيرسوكال تواتفيتش. اوكي طيب، another narrow complex tachycardia. أبدأ أنا دكتور محمد. أتفضل، لكن حد يقول حاجة أتفضل. دكتورة هدير، دكتورة هالة، دكتورة هند، دكتور حسام. أي فندم، السلام عليكم. معايا هند. دكتورة هند اهلا وسهلا، السلام عليكم. قول لنا كده ايه رايك؟ احنا مبدئيا تمام، احنا تاكي كورديا، نارو كومبلكس تاكي كورديا شورت ار بي، الهارت ريت اباوت 150، البي ويف يعني انا شايفاها فيري شورت مش مكمله 70، هتبقى موست لايكلي انها اي في ان ار تي، ده الفيرست او اورثودرومك اي في ار تي، هتبقى ليست لايك، شايفاها اي في ان ار تي بصراحه. اوكي بيرفكت، خليني اقول تاني اللي حضرتك قلتيه ده، انت قلتي ايه؟ ان دي نارو كومبلكس تاكي كارديا، هارت ريت 150، الديفرنشال ايه لحد هذه اللحظه؟ اي في نودال تاكيكارديا، اي في نودال اورثودروميك تاكيكارديا، او اتريال تاكيكارديا، ثلاثة تايم اونر ديفرنشال دايجنوزيز بتاع النارو كومبلكس تاكيكارديا. تاني خطوه ايه؟ لازم ادور على البي ويف. ان عايزكم تحفظوا شكلها، البي ويف لما تبقى لازقه في الكيو ار اس كده تبقى عامله النوتشنج، يبقى عامل سودو ار داش في ليد في واحد وسودو اس في الانفيريو ليد، هي مش باينه هنا قوي في الانفيريو ليد بس باينه قوي في ليد واحد في بي ار وفي ليد اي في ال، شايفين النوتشنج ده؟ النوتشنج ده معلش ممكن حضرتك تعيدها تاني؟ كنت بقول ان البي ويف لما تبقى لازقه في الكيو ار اس كومبلكس كده بتعمل باترن اسمه ار داش في في 1 وسودو اس في الانفيريور ليدز، هي هنا مش واضحه قوي انما واضحه قوي في ليد 1 وفي اي في ال وفي اي في ار، ان في ديفليكشن بعد الكيو ار اس ما خلص، الديفلكت بي ويف في اس في تي لازقه في كيو ار اس كومبلكس كده، بيبقى اهم ديفرنشال دايجنوزس هو اي في نودال ري انترنت تاكي كارديا، ده الكلاسيك فيتشر بتاع الاي في نودال ري انترنت تاكي كارديا. الاي في ري انترنت تاكي كارديا اكسكلودد والاتريال تاكي كارديا ليس لايكلي، لان الاي في ان ار تي هي الموست كومن، فالمنظر ده هو الاي في ان ار تي.
زي ما كان منظر اللونج ار بي تاكيكارديا اللي شفناه في اول تريسنج هو المنظر الكاركترستيك لاتريال تاكيكارديا. اوكي شكرا جزيلا دكتوره. شكرا لحضرتك. ايه رايكم في الرسم القلب ده يا جماعه؟ دكتور احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ هيرودوتس. والصوت قطع مش سامع، معلش انا اسف. الو حد كان بيحاول يكلمنا وما عرفناش. ايوه الو طيب دكتور وائل، دكتور ياسين، دكتور ربيع، دكتور عمر، دكتور نهى، ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا عمر الطحاني يا دكتور. اهلا يا دكتور عمر، ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس يا دكتور. كله تمام؟ ريكفرد من الكلينيكال وجيتنج ريدي تو ذا تريسنج؟ اه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ده 12 ليد اي سي جي يا دكتور. اوكي. ساينس، الهارت ريت بتاعنا اراوند 75. اوكي. الاكسس بتاعنا رايت اكسس ديفيشن. البي ويف عندنا في قلت ايه معلش؟ رايت اظن نورمال اكسس يا دكتور عمر. اوكي يا دكتور، البي ويف عندنا البي ويف نورمال والبي ار انترفال نورمال، بس عندنا في بي ار سيجمنت ديبريشن واس تي سيجمنت اليفيشن في ليد واحد واثنين وثلاثه واي بي اف. تمام، يعني انت توصيفك وبالتالي الالجوريزم اللي للاي سي جي ده ايه؟ ده بريكاردايتس. انت عايز تقول ان ده بريكاردايتس، بس سؤالي ليك هايل، سؤالي ليك هو انت بديت منين؟ يعني وصلت للمعلومه دي ازاي؟ انا اقول لك، ممكن انا اقول لك انت قلت ايه؟ انا قلت معلش هفكركم تاني بالميوتنج، بس انت قلت ايه؟ انت قلت انا هوصف وبعدين همسك اكتر فيتشر بيرتيننت وبعدين هحط الفيتشر ده في ديفرنشال دايجنوزس في دماغي. فروحت قايل ايه؟ اه لا ده كل حاجه شكلها ده ساينس ريذم كيو ار اس شكله نارو، الهارت ريت كويس، على ده الاس تي سيجمنت لوكس اليفيتد. فده اول فلاش لايت. الفلاش لايت ده وداني للالجوريزم اللي بيقول ده في ديفرنشال دايجنوزس للاس تي سيجمنت اليفيشن. وبعدين كويكلي لاحظت ان الاس تي اليفيشن ده شكله ديفيوز، ملوش باترن واضح، ده موجود في ليد 2 وموجود في ليد اي في اف، موجود تقريبا في كل البريكورديال ليدز. وبعدين ضربت بعيني كده لقيت اي في ار البي ار سيجمنت فيها اليفيتد عن التي بي سيجمنت، وفي الانفيريور ليدز البي ار سيجمنت ديبرسد عن التي بي سيجمنت. فقلت ايه؟ الله، ده اول احتماليه للاس تي اليفيشن دي بالكرايتيريا دي انها بيريكاردايتس، صح؟ طب ايه الديفرنشلز الثانيه؟ لا دي لسه انتوا عارفينها كلها، بس تعالى نمشي فيها بسرعه. لو ده كان عنده في ليفت فينتريكولار هايبرتروفي كنا قلنا ده سكندري تشينجز بتاعه ال في اتش. لو الاي سي جي ده كمل داون سلوبينج كده في كل الليدز كنا قلنا ده، او لو كان بادئ كده سادل كده كنا قلنا ده، وما كانش فيه بقيه الكرايتيريا بتاعه البيريكارديتس كنا قلنا ده يمكن يكون تايب 2 بروجادا. ولا لو العيان ده كان ميل ميدل ايجد كنت يمكن اقول ده عنده الميل باترن، صح؟ او
لو انا مش واخد بالي من الكونكيف ابورد اس تي اليفيشن ده كنت اقول ده يمكن يكون اسكيميك اس تي اليفيشن. اوكي بس فده الطريقه اللي انا وصلت بيها لتشخيص رسم القلب ده. اوكي السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. انا محمد سيد يا باشمهندس. هو في ساين موجوده في الاي سي جي دي ثينك ان هي بتبقى حاجه بسجنومونيك لعيانين البريكاردايتس، وان احنا بنلاقي في التي بي سيجمنت في الليد 2 بتبقى نازله داون سلو، ودي بتبقى بتتماشى اكتر مع قصه البريكاردايتس اكتر ما تكون اكيوت كورونس اللي هي دي صح كده. بالظبط كده بالظبط كده اسمها سبوتك ساين السبوتك ساين سبوتك ساين بالظبط. بيرفكت بيرفكت ثانك يو فور ادينج ذس انفورميشن. اوكي ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ ممكن اقوله؟ طبعا اتفضل يا دكتور محمد. I think ده pre-excited AFib بس على اكتر من accessory pathway مش واحد. ده ممكن يكون هو ده تفسيري بالذات الستريب اللي تحت ده. هو AFib بس يعني في شوية positive وشوية negative. طب هنحاول نفند الـ 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 assumption ده دكتور محمد، بس حد عنده assumption تاني مختلف؟ هو اللي عم بركب بسميكر احمد. لا حد سالني هو العيان مركب بيس ميكر؟ الاجابه لا، العيان مش مركب بيس ميكر. وبعدين حد قال لي دكتور احمد وسكت. دكتور احمد انا احمد سفيان. انا دكتور سفيان. ايه الاخبار؟ الحمد لله. هو البيس لاين يا دكتور بتاع العيان ده شكله بان هو ساينس، ان انا شايف فيه بيهات. اللي هي دي يا دكتور احمد صح؟ بالظبط، وكمان واضحه في اللاترال بريكورديال ليد في 5 وفي 6. مظبوط. وعلى فكره كمان موجوده يا دكتور محمد، انا بفند في الوسط الاسامشن بتاعك موجوده هنا برضو يا دكتور محمد شايف. فده مش بري اكسايتد سوري، ده ما هوش اي اف، هو تاكيدا في بي ويفز. بالظبط. فده البيز لاين، البيز لاين بتاعي ساينس. العيان بقى بيخش في اتاكس اوف ميبي نون سستين في تي اور فنتريكولار كابلتس مثلا، هي اللي مديها المنظر ده. تمام، يعني في وسط ادي اي سي جي، ادي السجم شويه دول ساينس بالظبط، وشويه دول اتليست البيت دي والبيت دي دول ساينس ودول ساينس. هنا في مورفولوجي مختلف، هنا في وات لوكس لايك نون سستيند اريزميا. الاريزميا دي الاكسس بتاعها بيتغير شايف، يعني احنا النيجاتيف خالص وبعدين النيجاتيفيتي قلت وبعدين بقت بوزيتيف، خدت بالك؟ تمام. ليها اسم دي في الطب؟ ارتيفاكت بوليمورفيك في تي او باي دايركشنال في تي. باي دايركشنال. موافق على بوليمورفيك في تي؟ موافق لحد هذه اللحظه. لكن مش باي دايركشنال. باي دايركشنال مش باي دايركشنال. مش باي دايركشنال، مش باي دايركشنال. يعني خلينا اجاوب على سؤال باي دايركشنال ده in a couple of minutes. انما انا مستني ملاحظه اخرى. الصراحه يمكن مش باينه قوي، يعني على الاقل مش باينه في كل، بس والله باينه مش عارف. لا باينه ترسد الوضع دي مغير الأكس. طب هو البوليمورفيك في تي دي بتحصل في العينين اللي عندهم ايه؟ لونج كيو تي. تمام، باينه دكتور. لما حضرتك تشوف بوليمورفيك في تي جايز يكون ده عين اسكيميك وعنده بوليمورفيك في تي صح؟ ايه صح. تاني؟ لونج كيو تي صح. طب بص ركز معايا، شايف الكيو تي دي واصله لفين؟ دي طويله. شايف الكيو تي دي في البي في سي، هي دي بي في سي بالمناسبه. شايف البي في سي هي دي كيو تي فيها واصله لفين؟ دي طويله صح. العيانه دي this is a real life patient
خدت لها يجي 7 دراجز كده كلهم بالنصيب بيطولوا الكيو تي، ما اعرفش اميتريبتايلين على سوتالول على اميودارون، حاجات زي كده. فجت لنا بالمنظر ده لونج كيو تي و نون سستيند في تي ذات از بوليمورفيك. اسمها ايه البوليمورفيك في تي اللي بتحصل في السيتنج بتاع لونج كيو تي؟ تورسادو مش بيغير اكروس ذا بيز لاين اهو، مش بيغير الاكس بتاعه. تورسادو اهو، تورسادو ولا مش تورسادو؟ ترسيت. معلش يا دكتور احمد، كان عندي سؤال بس، هي في الاي سي اللي قبلها. اتفضل. هي هو دي في 1 وفي 2 دول اللي في النص، دول بي في سيز؟ في 1 و2 النار اللي في النص دي اللي هم دول. دول بي في سيز 100%. والسؤال بقى ليك، ليه دول بي في سيز 100%؟ هو ده الصراحة هو الكومنت اللي أنا كنت لسه هقوله. الأكس تغير؟ عكس الأكسس of a normal complex والويتس تغير، الدايركشن بتاع التي ويف مختلف. أنا أقول يا دكتور، لأن في دكتور أحمد طبيعي كده الرسمة اللي تحت. طيب معلش، يعني هنسمع بعض واحدة واحدة. في حد من الزملاء بيتكلم قبل دكتور محمد سيد، بيقول ايه؟ انا ممكن اقول لحضرتك، لان هو السينك الكوندكشن بتاعه على وايد كومبلكس، فلو في حاجه جت نار يبقى حاجه جايه من تحت. عظيم. إيه كان في حد من الزملاء بيقول حاجه قبل محمد؟ دكتور احمد، هو البي بي سيز بعد ساينت على طول، مفيش البوز كده اسمها انتربوليتد. الانتربوليتد بتبقى سنجل بي بي سي، ما بتبقاش نون سستين. طيب حد برضو دكتور عادي في وسط الكلام ان الويدز بتاع الكيو ار اس، انا موافق جدا على كل الاجابات دي. يا جماعه لما يكون عيان عنده ليفت باندل برانش بلوك، ليفت باندل، وبعدين يجي له نارو كومبلكس ريزم، الريزم ده لازم يكون فينتريكولار تاكيكارديا، لازم. هو مش هيبقى نارو، هو هيبقى نارور عن البيز لاين بتاعه. فكر فيها، لما عيان البيز لاين بتاعه ليفت باندل ويجي له سوبرا فينتريكولر، هتبقى ايه؟ هتبقى يا اما ليفت باندل يا اما وايدر عن الليفت باندل، دي جايه من فوق. انما لما يجي له ريزم نارو عن البيز لاين بتاعه، ده لازم يبقى في تي. الكلام ده ينطبق على الفي تي وينطبق على السنجل بيتس اللي هي البي في سي. فالعيانه دي البيز لاين بتاعها شكله واسع كده اهو، خلاص البيت دي نارو، لازم تكون فينتريكولار ان اوريجين. طب هي نارو ليه؟ جايه من السبتم، ايه المشكله؟ جايه من الهيسبركينجي سيستم، ايه المشكله؟ انما القاعده بتقول ايه؟ لو نارور يبقى ده جاي من تحت. اوكي، شكرا. هو انتوا اعدادكم مش بتعملوا ايه دلوقتي؟ انتوا ما زهقتوش؟ الساعة واحدة ايه؟ مين هيتبرع؟ ابدأ انت اكمل على الكتب. حد بيقول حاجة؟ انا احمد، ممكن ابدأ مع حضرتك كم مرة؟ اتفضل يا دكتور احمد. انا شايف نورمال سنسلت الاتشي كله ريجولر، الهارت ريت ممكن 100، شايف في انفيرتد تي ويف في الاثنين 70 حوالي 900، مش شايف كم مربع بالضبط. شايف انفيرتد تي ويف في في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 وفي الاي اف فور ديفرنشال دايجنوزيس غالبا ممكن تبقى هوكم، ممكن تكون هي مش ولا مش بتاعت الولد، يا هوكم يا سب اركوتومريج فور ديفرنشال دايجنوزيس على حسب الكومبرينج اللي جايب المريض. متشكر، كتر خيرك. انا جايب الاي سي جي ده ليه؟ عشان ده اي سي جي للاسف مضطرين نعمل له باترن ريكوجنيشن. لما حضرتك تشوف العيان اللي عنده ديب انفيرتد تي ويفز كده في البريكورديال ليدز
وهو مفيش حاجة في الكلينيكال سيناريو بتاعه، ولو انت بتشوفه في الريل لايف مفيش حاجة تقول ان هو عنده كورونري ارتري ديزيز، لازم تشك في هايبرتروفيك كارديوميوباثي. الهايبرتروفيك كارديوميوباثي خصوصا الابيكال فورم والابيكال فورمز اللي فيها ابيكال انفولفمنت احيانا كتير تيجي بالمنظر ده، انفيرتد تي ويفز بس في البريكور. تمام اوكي. وكان برضو كان في حاجه كنت قريتها برضو دكتور، الباسج كيو اللي كده في الانفير برضو مع الانفيرتد دي بتاكد بالظبط كده 100% باثولوجيكال كيو. قريت صغير شويه، انا لسه سب سينيور بس يعني. لا تمام، انا ما سمعتش اخر جمله بس اللي انت قلته مظبوط 100%. تمام تمام دكتور. ايه رايكم؟ احنا شفنا منه بقى خلاص. ده تاكي كارديو. تاكي كارديا اوكي. اي ثينك وايت كومبلكس. وايت كومبلكس. واي ثينك ده الريجولر. ريجولر ولا اير ريجولر؟ ايه؟ تمام. الريجولر الريجولر مظبوط. انا كده عندي ديفرنشال دايجنوزيس، ممكن يبقى اترا فيبريليشن ويز ابيرنسي. تمام. ممكن يبقى بري اكزايتد اي اف اوكي، وممكن يبقى بوليمورفيك في تي، بس ده مش منظر بوليمورفيك في تي، مش منظر بوليمورفيك في تي عشان دي ماركت الريجولاريتي انكومن. اه ار ار ضعف ار ار كويس. طيب ده يمشي اكتر بري اكسايتد تاكيكارديا والاي اف، ولا يمشي اكتر اي اف وذ رايت باندل برينت بلوك؟ انا عندي الويتس بتاع الكي ار اس في الليدز بيتغير من بيت تو بيت الكتريكال الترنانز. دكتور لا مش الكتريكال الترنانز، الكتريكال انا اسف. اه دي حاجه خاصه بالفولتج. لا الويتس بتاع الكي ار اس، شايف الكي ار اس كومبلكس ده؟ شايف مقارنه باللي بعديه؟ ها ده فرق كبير جدا، فده بري اكسايتد بري اكسايتد كونسرتينا باترن. كونسرتينا باترن ده بتاع الاكورديون، ده اللي هو يبقى بعضهم بعيد عن بعض، عارفين انتوا الاكورديون صح؟ لما يجي كده يبقى نارو في حتت ووتر في حتت تاني صح؟ ايوه تمام. ده المنظر بتاع البري اكسايتد اتريال فيبريليشن اللي حضرتك لازم تعمل له سبوت دايجنوزس في الامتحان، ولازم تعمل له سبوت دايجنوزس في الاي ار عشان ده جايز يحتاج دي سي شوك على طول. تمام. دكتور محمد مدحت منورنا ورافع ايد، فانا ما اعرفش ده بالغلط ولا ده مقصود. منور يا دكتور محمد. ما عنديش حاجه مهمه من اخوك. اهلا بيك يا دكتور محمد، نورت السيشن والله. انا بس يعني قلت اسلم النهارده ومبسوط جدا والله، يعني مستمتع بالدكتور. كان عندي كومنت صغير، يعني لو اتحركت على قلنا على الكومبلكس اللي طالع نارو في وسط الاي سي جي ده، يعني هل ده معناه ان العيانه او العيان عنده تاكي كارديا انديوسد باندل برانش بلوك، ولما السايكل لينس زاد بقت نارو، ولا الضربه النارو دي ايه منشأها؟ لان احنا كتير نعتاد ان لما يبقى فيه وايت كومبلكس تاكيكارديا ونلاقي في وسط الوايت كومبلكس تاكيكارديا ضربه نارو قوي كده زي شبه الساينس، ممكن واحد يفكر ان تبقى كابشر بي. صحيح، ده سؤال عظيم يا دكتور محمد. بص طبعا البوينت بتاع الدكتور محمد يا جماعه فيري ويل نوتد. لو احنا اعتبرنا دي كابشر بيت يبقى تشخيصنا هيبقى فنتريكولار تاكيكارديا. المفروض ان احنا لو ماشيين سيستماتيك من الاول هنقول ايه، احنا مش هنوصل للحته دي، لان انا وانتوا في دماغنا ان ده ماركت ايريجولاريتي فانلايكلي يكون في تي. خد بالك لو ما عرفتش القصه دي من الاول وقلت اه لا ده وايت كومبلكس تاكيكارديا يمكن يكون في تي ولا بريك
AF وسوري ولا بري اكسايتد تاكيكارديا ولا اس هتوديك في سكه ان دي فنتريكولار تاكيكارديا. فما تعملش كده، اسال نفسك الاسئله ان سيستماتيك واي. هو ده ايه؟ ده وايت كومبلكس الريجولار تاكيكارديا. كونه الريجولار شالك من الاول الفنتريكولار تاكيكارديا من حساباتك. طيب امال ايه النارو كومبلكس بيت دي؟ النارو كومبلكس بيت دي غالبا بيت نزلت بالاساس على الاي بي نود. البريكسايتد اتريال فيبريليشن هو كومبيتيشن ما بين الاكسسوري وما بين الاي في نود. يبدو ان بالنصيب البيت دي نزلت سولي على الاي في نود فعملت النارو كيو ار اس كومبلكس ده. اوكي، تحب تضيف حاجه دكتور محمد؟ عندك اي كومنت؟ لا شكرا جزيلا. ماشي فن. شكرا ليك. دكتورة أمل، دكتور أميرة، دكتور عارف، دكتور ضياء، دكتور خالد، طبعا دكتور آيفون 1 وآيفون بس دول كتير. إيه رأيكم؟ حد يحب يقول لي حاجة؟ اوكي ممكن لا شيء دكتور تفضلي. السلام عليكم. اهو احنا ايام برادي مين معايا يا فندم؟ برادي كوردي. انا جمال. اهلا دكتورة، اهلا بيكي. معلش هو الصوت مش عارف ممكن يكون من عندي انا. هند أسامة. أهلا دكتورة هند، تفضلي. أهلا بحضرتك يا فندم. احنا مبدئيا برادي كارديا، الهارت ريت بتاعنا على 40 سوبر هيسيان نارو كومبلكس، بلوك يعني 2 بيت بيرفكت. انا سمعتك على فكره. هالبيز اللي انت قلتيه بشيئا من التفصيل. اول جمله انا هوصف في دماغي، انما هتنور. ايه اللي هينور؟ برادي كارديا. البرادي كارديا هسال نفسي هي دي مشكله في الامبلس جنريشن ولا مشكله في الامبلس كوندكشن. بصيت في البوز اللي ما بين الكي ار اس كومبلكسز اللي متسببه في البراديكارديا، لقيت بي ويفز امبلس كوندكشن. تمام. انا سمعتك دكتور. انا بشرح لهم ليه حضرتك وصلتي للنتيجه دي. فالبي ويفز موجوده، ده معناه ان الاس نود عملت اللي عليها، يبقى ده مشكله في الامبلس كوندكشن مش جنريشن. طيب دي يعني هارت بلوك، انهي نوع من الهارت بلوك؟ تعالى نعرف هو هل ده فيرست ديجري؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ لاني في بي ويف مش كوندكتد، والفيرست ديجري ده الديفينيشن بتاعه ان كل البي ويفز كوندكت. وطبعا عايزك بقى ما تغلطش غلطه ان انت تبص على في 1 بس مثلا فتقوم البي ويف تبقى مستخبيه في التي فانت ما تشوفهاش. لا، انت بص في كل ليدز. ايه اللي هيكشف البي ويف هنا؟ اللي هيكشف البي ويف هو ليد 2، لان البي ويف فيه شكلها بيفد وغريب يستحيل تخطئ. انت لما هتشوف دي هتقول الله ده دي في واحده تانية هنا مستخبيه في التي ويف. ماشي. طيب انا دايما بسال نفسي كده، هل هو فيرست ديجري؟ لا. طب هل هو ثيرد؟ تعال نحقق الرولز. الرولز بتقول ايه؟ ان الار ار فيكسد. طب ما هي فيكسد هنا ايه؟ الرول الثانيه بتقول ايه؟ ان البي بي فيكسد. طب ما هي فيكسد اهي. الله ده شكله هيطلع كومبليت. نيجي للرول الثالثه. الرول الثالثه بتقول ايه؟ ان مفيش بي ار زي الثانيه ابدا. طب بص
ادي بي ار زي البي ار دي زي البي ار دي، يبقى ده مستحيل يبقى ثيرد ديجري. وبما ان هو لا ثيرد ديجري ولا فيرست ديجري يبقى ده اكيد سكند ديجري. انهي نوع من انواع السكند ديجري؟ موبس تايب 2 ولا موبس 2؟ موبس 2 عشان كده موبس 1. ممكن بعد اذنكم نقولها في الشات، ممكن نقولها في الشات دي بعد اذنكم دي. انا عايز عليها دي يعني تصويت جماعي زي بتاع الانتخابات كده. اكتبوا بس 1 ولا 2، 1 ولا 2 بس. هديكوا 30 ثانيه كمان. تمام. And the Oscar goes to عشان اتلخبطت من كتر الشات اللي انتوا كتبتوه. Okay. And the Oscar goes to دكتور مصطفى المقدم، دكتور ياسين رشاد، دكتور احمد سفيان. يعني القوم لما يكون عندكم 2 to 1 heart block ما ينفعش تسموه ده موبتس 1 ولا موبتس 2، ده ما يتسماش، ده اسمه 2 to 1 heart block. وهرجع حضراتكم للديفينيشن بتاع الموبتس 1 versus الموبتس 2. احنا بنحكم ازاي هو موبتس 1 ولا موبتس 2؟ عن طريق البيهيفير بتاع البي ار انترفلز قبل الدروب بيت. طب ادي الدروب بيت اهي، فين البي ار انترفلز اللي قبليها؟ هي واحده. الواحده دي بقى ازاي حضرتك هتحكم عليها هي بتجراديوالي برولونج ولا بتقع صادنلي؟ مفيش كده. لما يبقى في 2 تو 1 هارت بلوك هو اسمه 2 تو 1 بس، لا نعرف هو موبتس 1 ولا نعرف هو موبتس 2. نعرف هو ايفي نودل ولا هيسبرك انجل، نقدر نعرف، وده ايفي نودل لان البي ار بتاعت الكوندكتد بيت very prolonged 400 ملي سكند. انما ما نسميهوش موبتس 1 ولا موبتس 2، مفيش كده، ده 2 تو 1 نقطه. اوكي ثانك يو. طب يا دكتور احمد لو سمحت، ايه الفرق بين الهاي جريد اي في بلوك و 2 تو 1؟ قول حضرتك قول تاني. كنت عايز اعرف ايه الفرق بين الهاي جريد اي في بلوك و 2 تو 1. الهاي جريد اي في بلوك بيبقى اكتر من كده، يعني بيبقى 3 to 1 يبقى 4 to 1. اوكي 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 احنا اتفقنا ان احنا في يو مينتس وهنتكلم عن ال ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ باي دايركشنال، باي دايركشنال في تي. تمام، ده من الاي سي جيز اللي مضطرين نعمل فيها باترن ريكوجنيشن. هنريكوجنايز ات ازاي؟ ده الساينس بيت بتاعت العيان صح؟ وبعدين في تو اذر مورفولوجيز للكي ار اس كومبلكسز. التو مورفولوجيز دول هما الاثنين ليهم رايت باندل كونفيجريشن. شايف دي واحد اهو رايت باندل، سواء ده او ده. ايه الفرق بينهم؟ ان لما حضرتك تبص في الفرونتال بلين اكسس تلاقي الاكسس از تشينجينج بيت تو بيت. اوكي، ده باثوجنومونيك اوف باي دايركشنال فينتريكولار تاكيكارديا. محدش يقول لي ان ده باي جيميني. باي جيميني معناها ان حضرتك شايف بيت ساينس وراها بيت فينتريكولار ان اوريجن. الوضع مش كده، الوضع اني انا مش شايف في الوايد كومبلكس تاكيكارديا دي خالص بي ويفز. يبقى ده وايد كومبلكس تاكيكارديا
with a specific pattern of a right bundled branch block and alternating axis in the frontal plane, pathognomonic of bidirectional VT. Bidirectional VT, أشهر حاجات تعملها إيه؟ الكاتيكولومونولوجيك بلومونتي في تي ولا ديجيتاليس 100% هاي ايه رايكم يا جماعه سبوت دايجنوزيس inferior stemios complete heart block with block ومع RP infarction برضو inferior stemi موافق ST elevation lead 2 lead 3 AVF V1 كمان ST elevation speaking of a possible right ventricular infarction اللي انا مش موافق عليه هو حكايه الكومبليت هارت بلوك دي يا جماعه انا ما عنديش بي ويف عشان اقول ان في فاريبل بي ار انترفال البي ويف باينه في اللونج ستريب بتاع ليد 2 والبي ار انترفال تقريبا بيكسد الار ار فيكسد والبي بي فيكسد طب اي جس لو احنا بصينا ده اتس فير تو سي ان في براديكارديا البراديكارديا دي بروفاوند تو ذا اكستنت ان الاس اي نود از فانكشنينج فروم اتس لوور بارت عامله لو اتريال ريذم وفي وات لوكس لايك اي في ديسوسيشن البي ويفز از نوت consistent with QRS complex following بمعنى ان ال PR interval is variable شايفين هنا بتقصر قوي ازاي وبعدين هنا بترجع تكبر شوية كمان بعدين هنا طويلة لو انا هقول هوصف وصف للإي سي جي ده هقول ده inferior myocardial infarction right ventricular infarction junctional rhythm low atrial rhythm evidence of AV dissociation بس مش هقول complete heart block okay هو في فرق ما بين complete heart block والAV dissociation اه ما الفي تاك فيها AV dissociation اه لا سيبك من الفي تاك انا بتكلم عايز رز ما بيبقى في AV dissociation بس بيكون الهارت ريت من 60 ل 100 طيب هو complete heart block يا جماعه ده pathologic diagnosis معناه ان كل الويفز اللي طلعت في الاتريوم كان قدامها فرصه انها تكوندكت للفنتريكل ولم تنجح ماشي الايفي ديسوسيشن معناه ان الاتريوم مش هو اللي عمل الفنتريكل اكتيفيشن ده بس يمكن لو خد فرصه ان هو يعمل الاكتيفيشن ده جايز يعمله وده اشهر حاجه بيحصل فيها ايه العيانين اللي عندهم ساينس براديكارديا وجنكشنال اسكيب الجنكشنال ريت اسرع من الساينس ريت فالفنتريكل الاتريوم مش واخد فرصته انه يكوندكت للفنتريكل فمش بيكوندكت لان الفنتريكل سابقه ده يسموه ايفي ديسوسيشن بس ما هوش كومبليت هارت بلوك لان يمكن لما الاس اي نوت تسرع تسبق الجنكشنال اسكيب والتيك اوفر والكوندكت للفنتريكل ماشي الحل زي الاساليب يعني زي الاساليب زي ديورنج سليب دكتور احمد ممكن سؤال بس خارج الموضوع ده اتفضل امتى اعمل اللو سليب لما الاقي يعني البي ديسوسيشن امتى اقول للمريض انا عايز اعمل لو سليد وامتى اقول ده انا مش عايز اعمل لو سليد لا هو لو سليد يا دكتور دي بتتعمل علشان توضح البي ويفز البي ويف اه ايوه
كان على ايه الباثولوجي. لو انت مش شايف ان انت شايف البي ويفز وضوح وعايز توضحها تقدر تعمل لويس لي. تمام تمام. طب ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ هو انا عندي سبوت دايجنوستيك. دكتور احمد، دكتور احمد ايوه فندم، هو ده هايبوثيرمي؟ هو سبوت دايجنوستيك يعني ممكن يبقى هايبوثيرمي. هايبوثيرمي ده هو الاي سي جي ده بقى سهل قوي للدرجه دي ولا انتوا اللي بتقولوا؟ اصل برادي كارديا وفي وفي جي في في اوسبورن ويف يعني. ثلاث حاجات، برادي كارديا برادي كارديا اوسبورن ويف وفي ارتيفاكت في البيز لاين دليل على شيفرنج او حاجه. ايه الحلاوه دي؟ طب في حاجه رابعه؟ حاجه رابعه؟ لا ده في حاجه رابعه وفي حاجه خامسه اسمه الامبليتيود. خلاص رابعه. الكيو تي انترفال. ايوه الكيو تي، الكيو تي انترفال صح. الكيو تي برادي كارديا اوسبورن ويفز كيو تي طويله شيفرنج ارتيفاكتس. تمام شيفرنج ارتيفاكتس ممكن تكون اكتر من كده كمان. ماشي ده باثوجنومونيك فور هايبوثيرميا. طيب طب وده ايه؟ حاجه باثوجنومونيك برضو. بص يا جماعه هو وبعدين بقى حضرتك محتاج تعرف هو ده ريل ديكستوكارديا ولا تكنيكال ديكستوكارديا. هتبص على ايه؟ هتبص على البريكورديال ليدز. لو نورمال ار ويف بروجريشن هتبقى ده تكنيكال ديكستوكارديا. لو لقيت المنظر اللي احنا شايفينه ده اللي هو فيلير اوف ذا ار ويف بروجريشن اند ايفن ديمينيوشن اوف ذا ار ويف يبقى ده ريل ديكستوكارديا. اوكي والAVR برضه. طيب خلينا نختم بأنه إي سي جي. خلاص أنا نقول ده دي حاجات سهلة كلها فأنتوا عارفين الكلام ده. ده ايه يا جماعة؟ ده gradual progression هنعرفه ازاي؟ هنعرف ان في pause ونسأل نفسينا هي البوز دي مشكلة في الاس انود يعني impulse generation ولا مشكلة في الامبلس conduction. الاجابة conduction. ليه؟ لان البي ويف موجودة الاس انود عملت اللي عليها. البوز دي نوع من انواع الهارت بلوك first degree ولا second ولا third first طب هل ده كومبليت ازاي وهو البي ار دي قد البي ار دي يستحيل يبقى كومبليت والار دي ار ار دي مش زي الار ار دي يبقى ده مستحيل يبقى كومبليت. تمام يبقى ده سكند ديجري ادي الدروبد بيت. ايه البيهافير بتاع البي ار انترفلز قبليها؟ جراديوال برولونجيشن اوف ذا بي ار انترفلز ذن دروب يبقى ده وينكباخ او موبتس تايب 1 سكند ديجري هارت بلوك. طب وده لا قولوا بقى مش صعبه ده في الاستيم اس تي اليفيشن اس تي اليفيشن انتيرير ST depression lateral و ST elevation في الانفيرور. الانفاركشن ده يبقى الاكستنت بتاعه ايه؟ رايت كرونري ار سي اي رايت كرونري ليجن. في احتمال اخر؟
او ام يا دكتور احمد ممكن انترو بوستيرير يعني اس تي اليفيشن انتيرير وذا راب اراوند ال دي او راب اراوند ابيكس راب اراوند ابيكس الافكشن هنا غالبا افكتنج بوث يا اما رايت كورونري ارتري كبير يا اما ده انتيرير وذا راب اراوند ال دي او توتالي اوكلودد رايت قديم with collaterals from the LED. Okay? ماشي. I realize ان حضراتكم كلكم تعبتوا وانا كمان تعبت. ده كان اخر تريس وان شاء الله تكونوا استفدتوا اي حاجة. ولو في اي اسئلة قولوا لي. ولو ما كانش يبقى بالتوفيق سواء الزملاء اللي عندهم بكرة امتحان او بالتوفيق في اي حاجة اخرى. Any questions? شكرا لك 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 ش